شاب ليدي بالنور بابور خارج من فور يا شنوا قعبور حرقنا يا بابور يا الخضرة يا ابو نابور ونحبك من صغري يا كنتي فور فور. الجهة التي يتوج بها أنصار فريق الوداد رد الرجاء لم يتأخر. نجم الوسط نبيل مسلوب يرسل قذيفة تخترق مرمى الحارس الودادي لم يغري ويعم الدف من جديد. الجهة التي يتواجد بها أنصار فريق الرجاء. إذن إعادة التوازن على مستوى الرقم وعلى مستوى العطاء. إذن هدفان هدف لكل فريق بعد مرور فقط خمس